احنا اول ما جينا كان السيسمه النار القاعه محترقه وكان اكو عالم هوايه وطلعوا هوايه منها. اول ما جينا طلعوا هوايه وبعدين دخل الدفاع المدني بشوفرات والاهالي والحج الشعبي والامن الوطني واستخبارات وبداوا يعني يطلعون الجثث للساعه 4 وهم يطلعون الجثث منها. فجعه كبيره يعني مع الاسف يعني على هاي القاعه ما بها لا امان لا اطفائيات لا فتشي يعني على الشرارة يعني صارت هيك كارثه يعني حرامات اطفال ونساء ورجال شغلوا هاي الناريات هاي ما اعرف اول شيء شغلوها ما كانت قويه يعني هيك يعني ناصيه بعدين شغلها قوي وطخت بالسقف وقع على راسنا حريق ما اعرف وين نروح ناسي هيك كانت توقع واحد فوق الاخ وكل واحد يريد يخلص نفسه وجهاله ما اعرف جينا للقاعة الساعة بتسعة وعشرة طبينا جوا قعدنا بدنا ناكل ونشرب عادي ماكو شيء حتى كنا قاعدين لجوا من اجى ابني ورا ربع ساعة قال بابا تعال خلينا نقعد يم الباب قلت له بابا قاعدين قال لا بابا خلينا نقعد يم الباب احسن كل احد على الموت هو واصدقائه وقرايبنا يعني والله قاعد تحولت اي ورا بالعشرة ونص 11 لربع رغضوا قاموا يركسون سلو يلا شعلوا هاي السعودات مع ما طخت بالسقف راسا احترق السقف صار بنزين احنا يم الباب ما لحقنا نطلع احنا يم الباب كنا قاعدين قوه طلعنا العريس والعروسه طلعوا ها بالاخير صار نار نقدر نفتح الابواب ما نقدر الباب اللي هناك بالخلف من فتحناه النار طلع علينا اجى الشوفر بعدين خلف الله على الشوفر هنا طلعنا 150 جثه برا واكو اطفال اللي هسه جوا وبالاخير ابو الاسعاف شال جماعه وداهم للمواصل وانقلب بالطريق هاي كلها واكو اطفال جوا هسه واكو مره دا تبكي ابنها بنتها ماكو يعني فت مره جوا الحادث وابو القاعه شغل سياره هو وابنه وفلت اخذ الكاميرات وفلت.